الحمد لله على نعمة ربي سبحانه وتعالى بعد الجفاف اللي مرت به بلادنا لمدة طويلة حتى جفت الأبار وجفت العيون ويبست الأشجار وما إلى ذلك، والآن نستبشر خيرا إن شاء الله. جيت اليوم زيارة للأهل، بالصدفة لقينا جو رائع، فرحانين بالخير هذا اللي عطاه لنا ربي وامتهزنا الفرصة وجينا المدينة الأثرية هذه تاع تزولت.